احنا يعني بصفه خاصه استاد الكوره وصل للجيل الخامس. الجيل الخامس اللي هو الابديت في السيستم سمارت. الصاله هنا بصراحه فندم حضرتك يعني رياضي مصري يعني عملت لنا حلم مش نحلم بيه. وحضرتك المجمع كله مدينه الاولمبيه ان هي خلصت وخلصت قبل الريسيشن العالمي وقبل الضيق الاقتصادي، فالحمد لله ده انجاز كبير جدا على مستوى الدوله. فندم هنا واحده من احدث الصالات في سلطين في المدينه الاولمبيه مدينه مصر. الصاله دي 15000 15000 احنا ارتفاع تقريبا سبع ادوار اربع طبقات موجوده في عدد الكراسي. وهنا الدور الرئيسي اللي فيه المنافسات، وتحت فيه دورين كمان طبقا للمتطلبات الفنيه بيكون فيه ملعب تسخين، بس هنا فيه ملعبين تسخين وكمان المتطلبات الاخرى اللي موجوده الجيم، التاهيل اللاعبين للاصابات، غرف التحكيم. في اربع غرف للمنافسات، في غرفتين للفرقتين الحاليين، وبعدين لو في بطوله فرقتين تانيين بيكونوا موجودين. المنشآت الحديثه كلها بيكون في جزء ده بينفع في التسويق في التذاكر والتيكتنج اللي هي بيسموها سكاي بوكسز او لكشر بوكسز او البوكسات اللي موجوده دي. هنا عدد 43 بوكس تقريبا 400 كرسي، وده بينفع في البطولات العالميه في الترويج في التسويق. بيتخصص غالبا مكان للصحفيين بيكون في المنطقه الوسطى اللي هنا، والمنطقه دي اللي هي بتشمل يعني كبار الزوار ثم الفي في اي بي الموجوده، وطبعا الشيء المرتبط بالمطاعم والكيترينج موجود. مراعى كمان نظام الفاكيشن سيستم، لما في تكدس في الخروج فاحنا اكتر من 40 مدخل موجود زي الفتحات اللي موجوده دي عشان الدخول موزع على الدايره كلها. الدخول من الخارج في 6 بوابات برضو بتخدم نفس الهدف، دخول الكثافات وخروج الكثافات، وده بقى مراعاه في كل المنشات الرياضيه بتاعتنا يا فندم. هنا الارضيه دي ده طبقا للمتطلبات الدوليه كره سله، لكن في بيتحط الريفلكس في حاله الهاندبول، بيتحط الفولي لملعب معين، يعني هي بتبقى مالتي بيربس يوزز. حتى الملاعب اللي تحت والملاعب اللي هنا ينفع تعمل حفلات، ينفع يتعمل، لان طول السنه بعد كده في التشغيل احنا لازم توصل اكتر من 70% في التشغيل طول السنه، فما بيبقاش المتطلب وتستحمل ما بيكونش المتطلب بس في الرياضه، لكن الاحداث التثقيفيه والرياضيه بصفه عامه. حضرتك كده يعني مصر غير المدينه الاولمبيه اللي هي حلم خلص للمستقبل، كمان المدينه الرياضيه اللي حضرتك وجهت ليها عندنا صاله 5600، يعني العاصمه الاداريه بقى فيها صاله مغطاه برضو يعني من الصالات الحديثه جدا 5600، وهنا 15000. وكمان حضرتك في كاس العالم لكره اليد حضرتك وجهت ان احنا نخلص المنشات، بقى عندنا في مدينه نصر 5000 صاله برضو احدث وحديثه، انا اسف، في 6 اكتوبر وبرج العرب. فاصبح الصالات الحديثه اللي موجوده تستوعب كل الاحداث، ودي اللي عملت منتخبات مصر. اسوان في صاله عندنا بتخلص دلوقتي يا فندم موجوده، ومع المدينه الشبابيه والمدينه الرياضيه في مجمع واحد موجود، وكل محافظه فيها صاله، مفيش محافظه مفيش فيها صاله مغطاه. طبعا يا فندم احنا المدينه كلها خلصت، وخلصت قبل الريسيشن الاقتصادي العالمي، يعني مش مع الازمه ده لسه بتتبني المدينه، لا ده خلصت خالص. احنا حضرتك وجهت ان تدار باحدث النظم، فعاملين بيدنج عالمي ان يكون شركه من الشركات الكبيره معاها شركات مصريه هي اللي تدير هذه الصروح كلها فعلا. يعني شكرا فندم، شكرا.